السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة معنا عرض من عروض شركة رنين على الأجهزة الكهربية. عروض رنين اليوم الأحد والاثنين. إن شاء الله الحلقة تنال إعجابكم، في أجهزة كتير جدا، موبايلات وأجهزة منزلية. يلا بينا نبدأ حلقتنا على بركة الله، بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
دي بعض الحلقات اللي احنا عاملينها في القناة عن الأجهزة الكهربية والأجهزة المنزلية، هتلاقوها إن شاء الله موجودة في صندوق الوصف. قوايم بكل نوع جهاز على حدة، برضو في عروض رنين وعروض توشيبا برضو ليها قوايم موجودة. لو عندكم أي سؤال أو أي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات وإحنا إن شاء الله هنرد عليه. ولو أول مرة تشاهدونا يا ريت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل وعمل إعجاب للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. ولينا صفحة على الفيسبوك باسم كتالوج الأجهزة، والتليجرام والواتساب كل ده موجود في صندوق الوصف إن شاء الله. لو أي سؤال أو أي استفسار إحنا تحت يعني أمركم. شكرا لكم على المتابعة الجميلة ديت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.